مديح آدم على في أوتوكية الاثنين تقوى بالإيمان. تقوى بالإيمان يا من تؤمن بيسوس وامدح بهجته أكوام مارية بارثينو بدر ورشم ذاتك بعلامة بسطبروس وامدح كل أوقاتك مارية فارثينوس طبعا فعل الذلة وتمسك بالناموس وامدح كل الأوقات مارية فارثينوس جبرائيل أتى مرسو من عند الرب القدوس بشر العذراء وبتول مارية فارثينوس حين بشرها قبلت بشرتني أنجيلوس وبروح الله حملت مارية فارثينوس خلاص البشرية وسائر في كوسموس من فكر نقي مارية فارثينوس سماكي ذو الألباب سموتي أرضيك أوثي إثوام مارية فارثينوس رب المجد اختاري كتبصجي امبيهم نوزوس وبروح اوتسوزانيك مارية فارثينوزانيك نور الله بحلول بشويسيسوس الواحد مثالوس مارية نسموك تيشوري إنو بنك طاروس وقبى مشهورة مارية تنو الشمس البر حملتي في أحشاك يا بكر عروس منا شبه ما نلتي مريتي فارثينو صفونيوس خبر عن ميلادي خريستوس أنه سينزل كندا ومطار مارية فارثينوس ضابط كل الأكوان ومحيي كل النفوس حملتي شبه إنسان مارية فارثينوس طوباك يا أم عبود طوباك يا أم القدوس يا نسل داود مارية فارثينوس ظهر منك
لاهوت ملك المجد في خريستوس متحدة بالناسوت مريتي فانوس عليه توكلنا ونسألك يا أم إيسوس لا تتخلي عنا مارية بارثينوس غلي مدحك وحلي عن سائر بيكوس موس وأدرك زاد وعلي ماريتي فوختي الآباء الأبرار نيث مين من ذيك أوس وعلتي فوق المغدار ماريتي ثينوس قديم أزلي معبود واحد بالذ قدوس اختار ابن داود مريتي فانوس كوني لي يا أم يسوع ولسائر في كوسموس عند الصوت المسموع ماريا إنوس لولاك من كان يقدر يعايمك ده إيسوس بين العالم منذ ظهر ماريا تيبارثينوس موسى قصد أن يرى وجه الرب قدس فمتق من نور ثقب إبرة ماريتي فارثينوس نسألك أن تهدينا رضا الرب القدوس لوصلنا إلى المينا ماريتي فارثينوس هيكلا طاهرا سرتي لحلول بشويس إيسوس وفي أحشاك حملتي ماريتي وردعتي من لبن ثدييك محيي كل النفوس وحملتي بين يديك ماريتي فارثينوس لا تنسي يا مريم شعبي نخريستيانوس بالميلاد الأعظم ماريتي فارثينوس يا مريم أعينينا نرجوك قدام إيسوس أن يوصلنا إلى الميمارية بارثينوس وسلامي إلى عذراء اسم ابن إيسوس بإخريستوس وبها نولنا النصرى ماريتي فارثينوس
والسلام إلى مريم تيثئوتوكوس فخر جميع العالم مريتي وسلام إلى الحضار ومن في الجامع جلوس ينجو من حر النار بصلاة فرنسينوس أمين للباكر يا ليسون طرح على ثيوتوكية يوم الاثنين آدم الرجل الأول. آدم الرجل الأول وأمنا حواء لما خلقهما الله أسكنهما الفردوس يتنعما فيه، لكنهما خالفا الوصية ونال عقابا من فم الله وطرد من الفردوس. وبينما كان آدم حزين القلب سر الرب أن يعيده إلى رئاسته مرة أخرى، فأتى ابن الله وسكن في بطن مريم العذراء القديسة وأخذ منها جسدا. أشعياء فصيح الأنبياء نظر بعين النبوة إلى هذا السر الذي ليسوع الذي هو عمانوئيل مخلص العالم، قائلا هكذا إن الكائن في السماوات ظهر لنا من بطن العذراء. ميخا العظيم في الأنبياء أنبأ قائلا إنه يولد في بيت لحم مدينة داود، السلام لبيت لحم التي ولد فيها المسيح والمغارة التي أشرق فيها مجد لاهوته. كل الأنفس تفرح معا، الملائكة والناس يسبحون الملك المسيح ويصرخون قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. نور أشرق لنا من مريم، النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم، ورأينا مجده لما ولد من مريم العذراء القديسة فائدتنا كلنا، لأن لسان البائس الخاطئ لا يقدر أن ينطق بكرامتك يا مريم ملكة سائر النساء ابنة الملك داود أخت سليمان الكنائسي، اشفع فينا عند ابنك الحبيب لكي يثبتنا على الإيمان المستقيم ويغفر لنا خطايانا.